موقع أنا السلفي. جعل الله سبحانه وتعالى فريضة الصيام سبيلا عظيما لتحقيق التقوى وتحقيق لين القلب وخشوعه، لأن الإنسان إذا تخلص من أسر الشهوات الست التي إذا غلبت عليه فإنها تستعبده وتجعله مخلدا إلى الأرض مرتبطا بها لا ترتفع روحه. شهوة الطعام والشراب، شهوة حب المال، شهوة الجنس، شهوة الاختلاط بالناس، شهوة النوم والكسل، شهوة الكلام بغير مصلحة وحاجة وخير. هذه الشهوات رمضان فرصة عظيمة للتحكم فيها، لا يقضي الإنسان عليها بالكلية لأنها مرتبطة بأنه خلق من الأرض، لكن يهذبها ويتحكم فيها، يأكل ويشرب حين شرع الله له ذلك، ويمتنع من الطعام والشراب حين شرع الله ذلك الامتناع. يستعمل الشهوة الجنسية في وقتها ويتركها متحكما في نفسه في الوقت الذي حرم الله عليه أن يأتيها. يتصدق كثيرا في رمضان ويطعم مسكينا، يطعم الطعام ويفطر صائما ويؤدي زكاة الفطر في آخر الشهر ليتخلص من عبودية الدرهم والدينار المسببة للتعاسة. ثم بعد ذلك يتحكم في أمر الاختلاط بالاعتكاف الذي يجعله معتكفا بقلبه قبل بدنه على أمر الله عز وجل وعلى طاعته. ثم إنه كذلك يتخلص من كثرة الكلام، لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأما كثرة النوم والكسل فيتخلص منها ويتحكم فيها بصلاة القيام والسهر في مرضاة الله لا في معصيته، كما يفعل كثير من الناس حين يقضون الأوقات الطويلة في الليل على المقاهي في لعب النرد المحرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو في النظر إلى المسلسلات المليئة بالمنكرات التي تذهب قلب الإنسان بعيدا عن هدفه في الحياة.